مع قدوم الحكومة الجديدة وتكليف خالد عبد العزيز بحقيبة الرياضة بعد دمجها مع الشباب، استبشر أعضاء المنظومة الرياضية خيرا بقرب حل الأزمة المشتعلة بين الجهة الإدارية من جهة واللجنة الأولمبية والأندية من جهة أخرى، قبل أن يصطدم الجميع بإصرار الوزارة على إقامة انتخابات الأندية في موعدها، ضارب عرض الحائط بتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم إقامة أي انتخابات وفقا للائحة حكومية مخالفة للميثاق الأولمبي. الإصرار على إقامة الانتخابات في موعدها بحجة هيبة الدولة وسيادتها كلام حق يراد به باطل ومخالفة صريحة لنص المادة 84 من الدستور الحالي، والتي تنص على ضرورة الالتزام بالمعايير والاتفاقات الدولية، ناهيك عن احتمال وقوع الرياضة المصرية تحت مقصلة العقوبات الدولية. ماذا يضير القائمين على شؤون الرياضة في مصر حال تأجيل هذه الانتخابات لحين صدور قانون الرياضة الجديد الذي يجرى العمل عليه على قدم وساق، سواء من لجنة 50 المكلفة من اللجنة الأولمبية المصرية صاحبة الحق الأصيل في إدارة دفة الرياضة في المحروسة، أو حتى اللجنة التابعة لوزارة الشباب والرياضة لخروج قانون توافقي يضم قرابة 450 مادة تتوافق مع الميثاق الأولمبي وتواكب التطور الكبير لهذا القطاع الحيوي الذي طالما عانى من لوائح بالية وضعت في زمن الهواية منذ ما يقرب من 40 عاما. الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح المعروف والمتحدث باسم اللجنة المكلفة بإعداد القانون الجديد حذر القيادة السياسية في وقت سابق من تجاهل خارطة الطريق التي صيغت في مدينة لوزان السويسرية ووضعت مهلة حتى 25 من مايو المقبل لوضع القانون الجديد وإقراره ومنع التدخل الحكومي بشكل نهائي في شؤون الاتحادات الرياضية والأندية المكونة لها، وإلا تتعرض الرياضة المصرية لعقوبات صارمة. هل التهديد الدولي للرياضة المصرية ما زال مستمرا؟ وهل إقامة انتخابات الترسانة يوم الجمعة الماضي قد يدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم للتعجيل بفرض عقوبات على مصر؟ أم أن تحركات الوزير الجديد ونجاحه في نزع فتيل الأزمة مؤقتا يجعلنا في مأمن من هذه العقوبات؟ عن هذه القضية الشائكة يدور الحوار مع فضل الله في الملعب.